السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكي أحد الشباب هذه القصة عن أمه أنها مرضت مرضا شديدا ودخلت في غيبوبة، فنقلوها إلى المستشفى، وعلى الفور تم إدخالها إلى العناية المركزة، واطلع الأطباء على حالتها فصارحوه، يعني صارحوا الابن بأن حالة أمه ميؤوس منها وأنها في أي لحظة ستفارق الحياة. فخرج من عند أمه هائما على وجهه لا يدري ماذا يفعل، وعاد إلى بيته مهموما محزونا يشكو حال أمه إلى رب الأرض والسماوات، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وفي اليوم التالي ذهب الابن لزيارة أمه، وتوقف في الطريق ليملأ السيارة بالبنزين، وخلال وقوفه وأثناء ملئه للسيارة بالبنزين وبينما هو ينتظر العامل لكي يرد له ما تبقى من المال، إذا به يرى في جانب المحطة تحت قطعة كرتون قطة قد ولدت قطة صغارا لا تستطيع المشي، فتساءل من يأتي لهم بالطعام وهم في هذه الحال، وبتلقائية وبعفوية دخل هذا الابن للبقالة واشترى علبة سمك، وفتح العلبة وقام هذا الابن بوضعها أمام القطط الصغيرة، ثم واصل الابن طريقه إلى أمه حيث هي في المستشفى في العناية المركزة. فلما وصل إلى العناية المركزة لم يجد أمه على السرير، فظن أنها ماتت، وظن أنها قد فارقت الحياة، ففزع ولم يتمالك دموعه التي انهمرت بسرعة، لكنه تماسك واسترجع، وإذا به في تلك الحال سرعان ما ذهب يسأل عن أمه، فقالت الممرضة له بكل فرح ومبشرة إياه، قالت له: يا أخي اطمئن، فإن أمك في حالة جيدة ونحن متعجبين في حالتها، فقد تحسنت حالتها فأخرجناها للغرفة المجاورة. فهنا أيها الإخوة والأخوات علت الابتسامة وجه هذا الابن البار، فقام الابن وذهب سريعا لأمه ليطمئن عليها، فوجدها قد أفاقت من غيبوبتها، فسلم عليها وقبل جبينها وسألها عن حالها. قالت الأم: الحمد لله أنا بخير. ثم حكت له رؤيا عجيبة، قالت له أنها رأت وهي مغمى عليها قطة وأولادها رافعين أيديهم يدعون الله عز وجل، فقامت وهي تشعر بتحسن كبير في صحتها. هنا انتبه الشاب وتذكر الشاب وعلم الشاب أن الله عز وجل قد كافأه بمعروفه ولو أنه بسيط، فإن الله عز وجل قد كافأه بمعروفه لأنه أطعم تلك القطط الصغار التي لا حول لها ولا قوة، فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. السلام عليكم.